السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أحمد عاطف ودي قناتكم قاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله يا شباب الفيديو بتاع النهاردة هو حل أهم الأسئلة الخاصة بالمفردات اللغوية للوحدة الثالثة للصف الثالث الثانوي، وزي ما احنا قلنا قبل كده إن الأسئلة ديت أسئلة دليل تقييم بتركز على أسئلة المتداولة في الامتحانات وأهم الملاحظات الخاصة بالكلمات والتركيبات، فأتمنى كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يركز معايا بشكل كبير. طبعا اللي ما اتفرجش على الفيديو الاولاني اتفرج عليه بتاع الوحدة الاولى والتاني كذلك، والفيديو بتاع الوحدة التالتة اتمنى الناس طبعا اتفرج عليهم وتستفاد بشكل كبير، لان الفترة ديت هي فترة الهمة والنشاط والحيوية، مفيش مكان للكسل يا شباب، مفيش مكان للتسويف، عايزين الفترة ديت تبقى هي الفترة اللي نقدر نستغلها بشكل كبير عشان ان شاء الله بعد ما تخش الامتحان وتمتحن مش يبقى في مجال للندم او فرصة لاي حد يلومك على اي حاجة، وتبقى انت صريح مع نفسك كده قدام ربنا لان ده شغلك هتسأل عنه. يلا بينا عشان ما نطولش نبدأ في حل اهم اسئلة الوحدة التالتة الخاصة بالصف الثالث الثانوي. يلا بينا، بسم الله. زي ما احنا شايفين كده السؤال الاولاني بيقول دكتور عائشة عبد الرحمن for a good education for girls at that time، يعني عايز يقول ان دكتورة عائشة عبد الرحمن كانت بتناضل في سبيل او من اجل تعليم جيد للبنات at the time في وقتها. طبعا تناضل وتجادل في فعل اسمه argued اللي هو number D argued for، يناضل في سبيل او من اجل. السؤال الثاني شباب دكتور احمد زويل was، عايز دكتور احمد زويل عايز اقول تسلم او تم منحه جائزة نوبل في الكيمياء. طبعا was awarded نوبل برايز فور كيمستري، وقلنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان فور بيجي بعدها التخصص وان ممكن بعدها الايه السنة. السؤال الثالث I got an email from my friend this morning. got here means انا حصلت على ايميل from من صديقي هذا الصباح. هنا got هنا معناها زي ما قلنا ترجمة دلوقتي يعني حصلت او استلمت او تسلمت، فهنا معناها received number B يعني استلم. سؤال الرابع بيقول لي one of the nugget sides of the computer is that it saves time and effort. واحد من الجوانب الايه، يا ترى السلبية ولا الايجابية، ان الكمبيوتر ده بيوفر الوقت والجهد. طبعا من الجوانب الايجابية، فايجابي اللي هي number A positive. السؤال الخامس بيقول we should direct، وطبعا ممكن ننطقها direct الاثنين صح، more and more attention، لازم نوجه كلمة direct هنا معناها يوجه انتباه واهتمام اكتر واكتر to the profession after the coronavirus، عايز اقول لمهنة التمريض اسمها nursing profession. nursing profession، والنقطة دي برضو شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت نرجع لها. nursing يعني مهنة التمريض. طبعا نمبر بي اللي هي نيرسري دي حضانة، ونيرسز يعني ممرضات، ونيرس دي المفرد بتاعها ممرض. طيب السؤال السادس بيقول تامر's friends have a positive nugget on him. they are polite and kind، يعني اصدقاء تامر ليهم طبعا عايز اقول تأثير ايجابي عليه لان هم مؤدبين وطيبين. طبعا تأثير يعني نمبر بي influence. السؤال السابع بيقول the government always argues، دايما الحكومة بتناضل وتجادل من أجل تعليم أفضل ل forthcoming اللي هو القادم، generations يعني الجيل الأجيال القادمة، يبقى argues for يعني تناضل من أجل number C. السؤال الثامن my brother was، يعني أخويا تم منحه درجة علمية في الفيزياء in physics من جامعة القاهرة. طبعا was awarded اللي هي number A awarded، وطبعا الفرق ما بينهم وضحناه في فيديو قبل كده. السؤال التاسع my manager is pleased with me، يعني المدير بتاعي مبسوط منه. زي ما احنا ملاحظين هنا pleased مبسوط من شخص، pleased with بتيجي من حرف الجر with.
He is not out of my work. أدام مبسوط مني يبقى معنى كده أنه هو مقدر ومثمن للعمل بتاعي. Appreciative of. ودي شرحناها برضو قبل كده. وبيجمع حرف الجر إيه؟ Of. يعني مقدر ومثمن لعملي. السؤال العاشر. We all the role of women in raising good citizens. إحنا كلنا نقدر طبعا دور المرأة في تربية مواطنين صالحين. يعني يقدر number be appreciate. سؤال 11 بقول I'm going to have to be able to drive my father's cars. أنا لازم أحصل على رخصة. يعني رخصة number D license to be able to drive عشان أقدر أسوق عربية بابا. سؤال 12 during her life خلال حياتها دكتورة عائشة helped to ساعدت إنها بتحسن. كلمة تحسن هنا شباب اللي هي number C improve women's position يعني مكانة المرأة في المجتمع المصري. سؤال 13 دكتورة عائشة used to go with her father to meetings. الدكتورة عائشة اعتادت تروح مع باباها إلى الاجتماعات اللي في الاجتماع طبعا بتتعلم تقرأ وتكتب طبعا يتعلم يعني learn اللي رقم بي طبعا educate يعني يعلم ممكن استخدمها كصفة نفس الشكل كده معناها متعلم وتود برضو يعلم أو يدرس وانستركتد برضو يعلم أو يدرس فهتلاحظين هنا التلاتة دولي مرادفات بيساوي بعض في المعنى. السؤال 14 يا شباب دكتورة عائشة was not got her degree عايز أقول منحت الجائزة بتاعتها الرسمية طبعا هي number A awarded يعني تم منحها شيء رسمي زي ما احنا قلنا قبل كده. السؤال رقم 15 بيقول لي دكتورة عائشة was as a government inspector for the teaching of Arabic literature. دكتورة عائشة عايز أقول تم توظيفها كمفتش حكومي بتفتش على تعليم وتدريس الأدب العربي طبعا was employed number C يعني وظفت ك number 16 دكتورة عائشة argued for كانت بتناضل في سبيل A more not role عايز أقول بدور إيجابي أكتر للمرأة في المجتمع طبعا لسه إليها من شوية positive لأن number D دور إيجابي طبعا C negative يعني سلبي fixed ثابت ordinary عادي number 17 عائشة's work عمل الدكتورة عائشة which had taken اللي شغل معظم حياتها الشخصية كلمة شغل ده شباب تركيب اسمه take up وعايز نحفظه تركيب مهم جدا take up take up اللي هي الإجابة number C take up يعني شغل معظم حياتها هو مقدر في يومنا هذا. سؤال 18 بقول my students are usually يعني طلابي دايما مقدرين لعملي طبعا انا هنا verb to be حرفين من سمات verb to be ان هو لازم يكون متبوع طبعا بصفه طبعا الصفه هنا number P appreciative of يعني مقدرين لعملي 19 students should always be يعني الطلاب لازم يكونوا دايما محترمين لمدرسيهم محترمين لمدرسين معناه يعني شباب respectful لأن number A ودي شرحناها في فيديو في الوحدات اللي فاتت فنخلي بالنا من النقطة دي respectful towards يعني محترم تجاه المدرسين. السؤال 20 بيقول my friend is very polite he comes from هو جاي من ايه a family عايز اقول عائلة محترمة كل الناس طبعا بتحترمها طبعا الناس هتقول مستر ما في respectful رقم ايه محترم عائلة محترمة ولا respected انا عايز اقول عائلة محترمة فطبعا رقم B يعني محترم ورقم C معناها محترم طبعا رقم D معناها respect يحترمها واحترام طبعا احنا شرحنا الفرق ما بين كل الكلمات ديت في فيديو سابق فطبعا هقول respected family و respectable family عايز اقول عائلة محترمة يعني بيظهر لها الاحترام من قبل المجتمع اللي هي عايشة فيه فكلمة إظهار الاحترام أو إن هي عائلة مقبولة ديت الصفة number C اللي هي respectable family يعني عائلة محترمة وهي دي الإجابة الصح طبعا respected قلنا خاصة بالعلماء بالمهندسين بالمدرسين نتيجة لإظهارهم إنجازات أو نجاحات علمية في حياتهم فيفضل نستخدم رقم ED دي في السياقات دي إنما respectable يعني مقبول اجتماعيا يعني يظهر له الاحترام والقبول في المجتمع. السؤال 21 بيقول we all clapped احنا كلنا سقفنا بشكل تقديري وتثميني طبعا هنا شايفين الفعل هنا clapped يعني والفعل احنا عارفينه من زمان ان بيجي بعد ظرف بيصف الظرف فالظرف هنا شايف هيبقى رقم ايه رقم C appreciatively number C طبعا اتفقنا قبل كده في السؤال اللي قبله اللي هو السؤال رقم 18 لو شايفين فوق كده هنا verb to be يعني صفة appreciative رقم B طب هنا اي فعل اخر غير verb to be
زي clapped مثلا بيجي بعديه الظرف appreciatively. يبقى في عندي يا شباب افعال بيجي بعدها صفات زي verb to be وافعال تانية، وافعال طبعا لا تقبل الصفه بعدها زي الفعل clapped والافعال الاساسيه الاخرى، والوقت يعني مش يسمح ان احنا نفصل في النقطه دي، هاجي وقتها ان شاء الله. يلا ننتقل مع بعض للسؤال رقم 22. بيقول دكتور فاروق الباز is a highly space scientist، عايز اقول هو عالم فضاء محترم. هنا بقى جه دور ان احنا الكلمه اللي احنا لسه قايلينها من شويه نختارها، هي عالم محترم طبعا respected اللي هي رقم دي. سؤال 23 بيقول how long did Sadat، عايز اقول كم المده اللي سادات حكم فيها مصر. حكم يعني فعل يا مستر، يعني لان دي بيجي بعدها الفعل في المصدر. فين الفعل هنا في الاختيارات ديت؟ هلاقيها رقم دي معناها حكم، وبتساوي كلمة rule R-U-L-E. سؤال 24 teachers have an important، يعني المدرسين ليهم ايه مهم في بناء الاجيال؟ طبعا ليهم دور مهم، دور يعني number A role. سؤال 25 لطفية النادي flew، لطفية النادي كانت بتسافر وبتطير الطيارة لوحدها flew solo. سولو وهنا ممكن استخدمها كصفة او كظرف. هنا انترناشنال ريس في السباق الدولي من القاهرة الاسكندرية، الاجابة رقم دي. 26 it's forbidden to drive a car without holding a driving، يعني ممنوع ان انت تسوق العربية بدون ما تحمل طبعا رخصة قيادة license اللي هي نمبر سي. السؤال رقم 27 بيقول I faced a lot of challenges during my، يعني واجهت الكثير من التحديات خلال حياتي المهنية كمدرس لغة انجليزية. يعني حياة مهنية شباب طبعا number B، كارير يعني حياة مهنية. سؤال 28 they diverted the plane، يعني هم حولوا اتجاه الطيارة عشان تهبط على مطار اخر. طبعا مطار اخر يعني شايفين بعد النقط airport يعني مطار. طب هنا اسأل نفسي مفرد ولا جمع؟ مفرد. ليه بتسألني السؤال ده؟ عشان الكلمات اللي تحت انا عايز كلمة بيجي بعدها اسم مفرد، فاكيد هي مين؟ number A معناها another، يعني معناها اخر بيجي بعدها اسم مفرد. رقم B other من الكلمات اللي بيجي بعدها اسم ايه؟ جمع. طيب يبقى another airport يعني مطار اخر. السؤال اللي بعده 29 بولي وي سكورد ا جول بيكوز ذا اذر تيمز جول كيبرز واز ان ذا رونج، يعني احنا احرزنا هدف لاني طبعا حارس المرمى بتاع الفريق الاخر كان واقف في المكان او في المركز الغلط، طبعا نمبر A بوزيشن. السؤال اللي بعد كده هو رقم 30 ساينتست تراي هارد، يعني العلماء بيحاولوا بجد تو ان هم يحموا طبعا ايكو سيستم النظام البيئي في كل مكان، يعني بروتكت نمبر D. سؤال 31 they not got a survey، كلمة survey يعني استبيان أو بحث، هم يعني قاموا بعمل بحث أو استبيان، وبتاخد الفعل يا شباب conducted، وممكن تاخد الفعل do والتصريف تاني منه did، برضو بيجي مع survey to ask local residents عشان يسألوا عن نزلاء المحليين what they would like هم بيحبوا. سؤال 32 بيقول people seek out، يعني الناس بتسعى. طبعا seek out professions يعني عايز أقول مهن محترمة، طبعا مهن محترمة يعني number D respected professions. respected professions هي الإجابة الصحيحة. سؤال 33 بيقول هاني was disappointed، هاني كان محبط as he، ليه بقى محبط وزعلان؟ لأنه طبعا حط رقم القياسي اللي هي بروك، لا طبعا، ولا عكسها missed the record يعني ضيع من ايده رقم القياسي in swimming في السباحة، طبعا الإجابة رقم B missed. السؤال 34 بيقول Arab travelers traded، يعني المسافرين العرب كانوا بيتاجروا في أشياء مختلفة. كلمة trade هنا معناها يتاجر، وبيجي بعدها حرف جر إن، وهي دي إجابة السؤال إن، وبيجي بعدها الشيء اللي أنا بتاجر إيه فيه traded in. طبعا traded with يعني يتاجر with مع شخص، يعني يتاجر مع شخص أو مع شركة أو مع دولة وهكذا. سؤال 35 are brave armed forces، يعني قواتنا المسلحة الشجاعة. are able to يعني قادرة على، عايز اقول حماية بلدنا ضد اي عدو، طبعا protect اللي رقم D يعني يحمي. our country against ضد any enemy اي عدو at any time في اي وقت. سؤال بعد كده 36 بيقول لي سلمى looks her young brother when her parents are away، طبعا سلمى بتعتني بأخوها الصغير لما والديها بيكونوا برا البيت، يعني يعتني طبعا look بما حرف الجر after، ودي بنسميها phrasal verbs
يعني الفعل بيجي مع حروف جر ومعناها بيتغير عن معناها الأصلي. لو هي كلمة مفردة فلوك أفتر معناه يعتني. طبعا أفكركم بلوك أب، أول واحدة يعني يبحث عن كلمة في قاموس دي المعنى المشهور بتاعها، لوك آت يعني ينظر إلى، لوك فور يعني يبحث عنه. السؤال اللي بعده 37 بيقول لي I usually make friends with people who I can، أنا دايما بعمل صداقات مع الناس اللي أنا بثق فيهم، I can trust اللي هي number C. سؤال 38 بيقول لي I usually do my homework، أنا دايما بعمل الواجب بتاعي بنفسي. كلمة بنفسي في تركيب اسمه on اللي هي الإجابة رقم D، on my own يعني بنفسي، no one helps me to do it، مش حد بيساعدني إن أنا أعمله. سؤال 39 بيقول لي we used to، احنا اعتدنا ان احنا ايه together، عايزين نتجمع مع بعض في تركيب اسمه get together يعني نتجمع مع بعض and discuss ونناقش مشاكل. السؤال الاخير يا شباب اللي هو 40 when I have، لما بأصاب بنزلة برد، I don't feel like eating، مش بحس برغبة خالص للأكل. فكلمة يصاب بنزلة برد مستر احنا خدناها دايما بناخدها have والتصريف بتاعها هاد، فدور على هاف ما لقيش هاف. طب ايه البديل بتاع هاف اللي هي نمبر سي؟ جت. يبقى عندي كده نزلات البرد او اي مرض ممكن ياخد الفعل هاف بتصريفاته وممكن ياخد الفعل ايه يا شباب؟ جت. اجابه رقم سي. والى هنا انتهى الفيديو بتاعنا، اتمنى الناس تكون استفادت من ال 40 سؤال المهمين دولي. مواضع الأسئلة مهمة جدا يا شباب، عايز الناس تراجعهم وتخلي بالك من النقاط المهمة اللي أنا اتناقشت فيها. طبعا أي حاجة تقف معاك أو أي سؤال في معين في ذهنك شغلك أو أنت مش فاهمه، يا ريت تسيب لي طبعا كومنت تحت وإن شاء الله أعمل لك فيديو خاص أوضح لك النقطة دي بشكل مفصل. وإلى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. See you.